عظيمة. بعض التحاليل والفحوصات والأشعاعات، دكتور المعالج قال لي: فاروق، احنا عندك سرطان. قلت له: سرطان؟ يعني صداع. فقال: لا، فاروق شخط فيا بقى، انا بتكلم جد. قلت له: انا بتكلم جد، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض. قال أنه غادي ينتصر على المرض، لكن المرض الخبيت كان أقوى منه. من بعد 9 شهور من إعلانه خبر إصابته بالسرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية، توفى اليوم النجم المصري فاروق الفيشاوي على سن كناه 67 عام، بعد ما تدهورت حالته الصحية في الأسبوع اللي فات. من لم يمت بالسرطان مات بغيره، من لم يمت بالقلب مات بغيره، الموت علينا حق. ومن جهة أخرى، قاموا مجموعة من النجوم بتوديع الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا معاه بالرحمة والمغفرة، ومن أبرزهم عادل إمام رغم الخلافات اللي كانت بيناتهم. تعازينا الحارة لعائلة الفقيد، للسينما المصرية وللعالم العربي. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.